إلى أي مدى كان جلالة السلطان قريب من الإنسان العماني وقريب من حكومته؟ فكان اهتمام مولانا صاحب الجلالة منذ البداية بالوطن والمواطن العماني. النهضة العمانية هي نهضة شاملة من مسندم إلى محافظة ظفار مروراً بكل المحافظات. كانت مليئة بالعطاء، مليئة بالحب، مليئة بهذا الجهد العظيم. كل ما بني إلى الآن هو بني ليبقى. يعني الصورة المعبرة أنه كيف جلال السلطان وعد ووفى بوعده. لك المجد والعز.